الاخ المدرسي بمركب تربوي النموذجي عين السبع تم في ظروف جد عاديه على غرار جميع المؤسسات التعليميه بمديريه عين السبع الحي المحمدي التي التحق بها 67714 تلميذه وتلميذ بالمقاعد الدراسيه يوم 5 سبتمبر. بالمركب التربوي النموذجي التحق 126 نزيل بالمقاعد الدراسيه في ظروف جد عاديه مؤطرين باطر اداريه وتربويه تعمل على ضمان تمدرس النزلاء وفق مقاربه ادماجيه مؤطره بخلفيه تربويه وحقوقيه، تعمل من جهه على ضمان حق النزلاء في التمدرس من جهه، ومن جهه اخرى تراهن على اعاده ادماجهم وتمكينهم من جميع الامكانيات والفرص من اجل اعاده ادماج في التعليم النظامي او في التكوين المهني. وبالتالي فلا فرق على مستوى المنهاج، على مستوى الطرائق، على مستوى الوضعيات التربوية بين المؤسسات التعليمية وما بين المركز التربوي النموذجي عين السبع. هذه المؤسسة التعليمية الحمد لله بالدور ديالها وفرات لنا بزاف ديال الخدمات، والحمد لله ما خلاتناش زعما بحال النظام ديال على برا، نفس النظام. والحمد لله أنا ذاك العام كنت هنايا ودوزت الحمد لله الاولى باك ديالي ونجحت في الجهوي، وهذا العام طلعت الثانيه بكالوريا. انا التخصص ديالي علوم الحياه والارض خيار فرنسيه، وان شاء الله من وراء من ناخذ الباك ديالي بغيت نكمل قرايتي باش نولي ان شاء الله طبيب. المراعاه النفسيه ديال السجناء هنا على حسب كل المده الزمنيه اللي غادي يدوزها، وكيتهيئ على حسب يعني القرب ديالو للخروج او من بعد الافراج. حتى من بعد الافراج يهيئ على انه يواكب التعليم ديالو داخل المؤسسات العموميه ديال وزاره التربيه الوطنيه وجميع التراب الوطني. الملك سلمان الدراسي موفق على مستوى الدروس ديالك والانضباط. نتكلموا دائما عن انضباط داخل سميتو لا مع الاطر التربويه ولا مع الاطر الابنيه داخل المؤسسه. هذا الدخول تيتم مجموعه من المعطيات اللي هي محدده باش تكون موسم دراسي فعال وفيه نوعيه من المواكبه بحضور بعض الاطر الاداريه والتربويه. طبعا يتم تدبير هذه الوضعيه في اطار نظام مسار اللي تتعرفوا المؤسسه بتنسيق مع المديريه الاقليميه. المؤسسه تهدف دائما على عدم انقطاع هذه الفئه ديال النزلاء اللي تتواكب النزلاء المتمدرسين قبل الاعتقال ديالهم. طبعا هذه المواكبه تتم طبق واحد الاطقم اداريه وتربويه تابعه كما قلت المديريه الاقليميه. المؤسسه تبقى الدور ديالها هو وسيله وصل في اطار احضار السجناء للمركز وكذلك التدبير ديالهم على مستوى النظام الداخلي للمؤسسه. هذه المواكبه اللي تتم في اطار واحد الشراكه مواكبه ما بين المؤسسه محمد السادس لاعداد ادماج اللي تتم المواكبه ديالهم حالة الإفراج ديالهم ما بعد الإفراج، وكذلك الأطر التربوية والإدارية اللي تتكون تابعة للمديرية الإقليمية.